أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة عبر النيل مباشر، ونستعرض فيها ملفا رئيسيا واحدا هو بطبيعة الحال حول الحدث الأبرز في مصر هذه الأيام، وهو منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة والجلسات التي تطرق إليها بموضوعات حول التنمية والأمن وتمكين المرأة والطاقة والتعايش والتسامح بين البشر والحوار بين شباب العالم، بالإضافة إلى مد جسور التعاون بين الثقافات المختلفة. دعونا نبدأ بعد هذا الفاصل. العلم والتكنولوجيا ديت وفي وظائف هتنتهي كاملة، يبقى احنا لو ما جهزناش نفسنا كشباب وكدولة للقادم يبقى احنا بننتج. مشاهدينا الكرام، تغطياتنا مستمرة لفعاليات والزخم الذي يدور في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، ودعونا ننتقل مباشرة وسريعا إلى شرم الشيخ مدينة السلام حيث منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، ومعنا من هناك ياسمين القفاص مفادة النيل إلى المنتدى. ياسمين أهلا بك، والجديد لديك في هذه الجلسات والفعاليات، وهل لديك أن تطلعين على آخر ما يستجد من جلسات وموضوعات مطروحة بطبيعة الحال في أروقة جلسات هذا المنتدى؟ شهاب مساء الخير عليك، مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا. لقاءاتنا لسه مستمرة معاكم من داخل قاعة المؤتمرات ومنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة. بشرفني دلوقتي أحد المشاركين في المنتدى وهو دكتور إبراهيم مجدي، أخصائي الطب النفسي والمخ والأعصاب. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. دكتور، الجلسات اللي كانت هامة جدا النهاردة جلسة الذكاء الاصطناعي، حابة أربط ما بين الذكاء الاصطناعي وما بين الطب. الذكاء الاصطناعي ده مصطلح بدأ من 1956، يعني اللي هو ببساطة كده فكرة الكمبيوتر يقدر يعمل حاجات يقدر يعملها الإنسان وبشكل أسرع. الكمبيوتر يقدر دلوقتي يديله معلومة يقعد يحلل وبتاع. في الطب استخدمت الذكاء الاصطناعي في شقين في الطب، شق ظاهري وشق أساسي، يعني شق أساسي مع مادي ممسوك. الظاهري دوت ان انت ايه الداتا بتاعت العيانين نفسها، انت تبقى عندك داتا بتاعت مثلا 100,000 عيان، هتخزنها ازاي بيدوي كلها؟ لا، ده تحطها على سيستم، ومن خلال الداتا تقدر تطلع بيانات مختلفه وتقدر تحلل الداتا دي، ان مثلا عدد السكان في المنطقه، الناس اللي سكان في المنطقه دي بيعانوا من مرض معين، فعلاجهم هيحتاجوا الدواء المعين في الوقت ده من السنه، بيحصل لهم انتكاسات. كل البيانات بتاعت المرضى عندك. الجزء بقى الاحدث كمان الروبوت، وهو بيشتغل في الجراحات وبيشتغل في جراحات القلب وجراحات والله يا دكتور انا مش متخيله روبوت ويشتغل في الجراحات. يمكن احنا شفنا النهارده روبوت صوفيا، وكان ناس كتير بتقول لي احنا مش متخيلين فكره ان احنا بنكلم انسان آلي. الجديد كمان الروبوت في الطب النفسي، اقول لك الروبوت في الطب النفسي، لا ان انا عايز اتابع المريض النفسي بتاعي باستمرار وما عنديش الآلية ان انا اروح له البيت شويه، لقوا ان في روبوت اخترعوا دلوقتي روبوت من خلال كلمات بيقولها المريض النفسي، يتكلم مع روبوت، يقدر الروبوت يحدد حاله المريض وصلت لغايه فين، وممكن المريض ما يتكسفش يتكلم معايا زي ما مكسوف يتكلم مع انه عارف انه مش انسان. الكلام ده بيتطبق في 2019، احنا بنقوله بنضحك كده، بس هو بيتطبق بشكل فعلي، يحلل. يعني ده موجود فعلا في بلاد بيستعينوا بالروبوت في مجال الطب النفسي؟ بيستعينوا في روبوت في مجال الطب النفسي بقى. وفي اللي حاصل بقى دلوقتي جدل، هل دوت دلوقتي الذكاء الاصطناعي ده هيخلي الدكاتره يقعدوا مثلا في بيوتهم ويبقى كل حاجه بالذكاء الاصطناعي؟ فبقى في منافسه ان الدكتور لازم يبقى مؤهل انه يبقى عارف يعني ايه الذكاء الاصطناعي، مؤهل ان هو الدكتور هيبقى بعد كده فكره ان هو اللي بيحط الداتا. والكمبيوتر اللي بيحلل، مش زي زمان يعني انا بحط داتا والكمبيوتر يحلل. امراض الجلديه مثلا، هو بيدي الكمبيوتر مثلا صور الامراض الجلديه كلها، يجي الدكتور يقوم مصور المريض، فالكمبيوتر يقارن ما بين الصور اللي عنده قبل كده بصوره المريض، ده لما بص الدنيا يقوم يطلع يقول لك ده تشخيص، ده صدفيه، ده حب شباب. مش قادر اتخيل يا دكتور بصراحه، مش قادر اتخيل، بس ده بيحصل. الرئيس قال لو ما لحقناش احنا، يعني لو ما لحقناش التقدم ده احنا هنبقى في تخلف، فاحنا واخدينه بضحك، لا ده لازم يتطبق. والرئيس برضه النهارده في الجلسه قال مع خلال العام الجديد هيبقى فيه افتتاح لجامعات خاصه بالذكاء الاصطناعي،
لانه مرتبط بالامن القومي، علم بقى، علم واسلوب ومتطور. لو انت قاعد بقى قاعد بتضحك على الحاجات دي وتقول انا مش مصدقها ومش متخيلها، هتيجي زي ما الكمبيوتر دخل، زي ما الموبايل. فكره الواحد مش متخيل دلوقتي، ولكن زي ما حضرتك قلت هيجي الوقت اللي ده هيكون فيه الوقت ده شيء طبيعي. مش بعيد الوقت ده، بس في خلال ثلاث اربع سنين جايين كل حاجه هتبقى ايه، معتمده على روبوتات او معتمده على ايه، حد بيفكر، حد انت بتديله المعلومه كانسان وهو بيفكر بدالك او بيحلل بدالك. اسمح لي يا دكتور، اسف على المقاطعه، ولكن عايزه اربط برضو مجال حضرتك باحدى الجلسات اللي كانت هامه جدا النهارده على محور اجنده منتدى العالم، وهو الجلسه الخاصه بتمكين المراه. عايزه اربط ده بصحه المراه النفسيه. يمكن احنا في مبادرات كتير طبعا عن صحه المراه، ورئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بيها بشكل كبير، ولكن عايزه اربطها من الناحيه النفسيه ايضا. الناحيه النفسيه العالم كله بيتجه في الناحيه النفسيه، مش ان انا وقايم الامراض النفسيه، ان انا ابقى احسن، ابقى الشخص الطبيعي الشخص العادي ده يبقى اكثر سعاده، اكثر تحقيق للذات. فانا المراه دي لو خليتها سعيده وخليتها فرحانه، المراه دي الام، الزوجه، المدرسه، الدكتوره، فكل ما تبقى اكثر سعاده كل ما هتبقى اكثر ايه، قدره على التفكير، وهينعكس على صحتها الجسديه ايضا، على الابداع. ازاي خليكي ام سعيده؟ ازاي خليكي تبقي ام مش ما بتعانيش من الامراض النفسيه، تبقي سعيده، عندك امل، تدي الامل دوت هيتنقل لاولادك، عندك ايجابيه. ما هو النفسيه الايجابيه اللي العالم زي ما بقول لك بيتجه لحاجه اسمها النفسيه الايجابيه او البوزيتيف سايكولوجي، تبقى اكثر امل، اكثر سعاده، اكثر تفاؤلا، اكثر اشراقا، اكثر حبا على الحياه، اكثر انضباطا، اكثر بتضحك، اكثر بتضحك اكثر. فانا لما اطبق ده على الست، لازم الست دي خليها ادلعها، يعني الرفاهيه للست مهمه جدا علشان يبقى فيه انت رفاهيه بقى في تنعكس بشكل كبير على حياتها، سواء كان على جسدها ايضا او يعني لو معاك الست تتدلع، يعني بالبلدي كده، ده هيفيد هيزيد في الانتاجيه، هيزيد في الحيويه بتاعت المجتمع. ما يعني من زمان احمد شوقي الام مدرسه، اذا عددت طيب شعبا طيب الاعراق. حابه اختم بده فعلا يا دكتور، فعلا بشكرك شكرا جزيلا، وانا مبسوطه ان هذه الجلسات يعني بنقدر نربطها بالشكل ده بشتى المجالات. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور ابراهيم مجدي، اخصائي الطب النفسي والمخ والاعصاب. العفو. لسه مستمرة مع حضراتكم، تغطياتنا لسه مستمرة من داخل قاعة المؤتمرات، انتظروا المزيد من اللقاءات، وعودة مرة أخرى إلى زميلي شهاب شعلان. شكرا لك ياسمين القفاص من منتدى شباب العالم، وبالتأكيد هنرجع لياسمين ومحمد عبد الله وعمر عبد المجيد اللي موجودين بالفعل في فعاليات هذا المنتدى، بينقلوا أول بأول وفي حوارات عديدة مع العديد من المشاركين في فعاليات هذا المنتدى. طبعا كان في حضور مميز وواضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأغلب أو كثير من الجلسات اللي موجودة في منتدى شباب العالم هذا العام. الرئيس كان له أيضا تصريحات، الرئيس أكد أن مصر تبذل جهدا كبيرا في ملف التحول الرقمي ودعم التشغيل بالمشروعات الصغيرة، وده جاء خلال مشاركته في جلسة نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة. هنا في مصر بنبذل برضو يعني جهد كبير جدا في إجراءات أو في ملف التحول الرقمي وفي ملف دعم التشغيل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال برضو موضوع أنتوا اتكلمتوا فيه وموضوع مهم جدا خاص بالبيئة. نحن نقوم بخطة ضخمة جدا للتعامل مع البحيرات المصرية التي تطل على المتوسط، وإحنا بنتكلم في 5 بحيرات وبنبذل فيها جهد ضخم جدا. كنت أتمنى إن هي من باب بس الطرحة، وإن إحنا كنا عرضنا على شباب العالم اللي موجود معانا جهد مصري خالص بدون حتى يمكن يكون دعم خارجي. إحنا بنتعامل مع 250 ألف فدان، بحيرة 250 ألف فدان، بنغير كل اللي حدث فيها من إهمال خلال سنين طويلة، نعيدها إلى حالة بيئية قد تكون هي الأفضل خلال 50 أو 60 سنة اللي فاتوا. فكنت أتمنى إن إحنا كنا برضو
عرضنا عليكم حاجة زي كده، وبتمنى مقترح. مش عارف يعني احنا بنبني مدينة العالمين الجديدة، وانتوا قلتوا 2021، معرفش هل انتم حطيتوا فكرة ان احنا يبقى منطقة أورو متوسطية للتعليم العالي والعلوم والبحوث في العالمين الجديدة، ده أمر يعني محطوط في الاعتبار، ولا ممكن نحطه في الاعتبار في إطار ان ده فرصة كويسة أو في المؤتمر، ويبقى يطلع مع التوصيات اللي طلعت. يعني أنا مرة تانية بشكركم على كل المقترحات والتوصيات اللي قدمها الشباب، وسعيد جدا بهذا الأمر الحقيقة وبهذا الإعلان، وبتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. أيضا أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن التقدم العلمي سيجعل بعض الوظائف تنتهي خلال الأعوام القادمة لتحل محلها وظائف مستحدثة، ويشدد على ضرورة إدخال العلوم التكنولوجية الحديثة داخل النظام التعليمي ليكون الشباب مؤهلا لسوق العمل القادم. ويؤكد الرئيس السيسي أنه سيتم افتتاح جيل جديد من الجامعات خلال العام الدراسي القادم، وده لمواكبة التكنولوجيا الحديثة. مادام احنا في وظائف جديده هتخلق نتيجه العلم والتكنولوجيا ديت، وفي وظائف هتنتهي كامله، يبقى احنا لو ما جهزناش نفسنا كشباب وكدوله للقادم، يبقى احنا بننتج او تعليمنا لا يقوم بالمساهمه الحقيقيه لشبابنا عشان يكون جاهز لسوق العمل القادم. سوق العمل القادم محتاج مننا ان احنا نتعامل، وتدخل كل العلوم الحديثة اللي تحدثتم عنها هنا زي الذكاء الاصطناعي في الجامعات اللي موجودة في بلادنا. وانا بقول بلادنا، لا انا بقصد بها مصر، عشان طبعا انا لا يعني بشوف دول متقدمة زي ألمانيا وسنغافورة هي بالفعل يعني حرصت على ان العلوم تكون موجوده عندها. اللي انا بوعد بيه المصريين وحتى الدول الافريقيه او الدول اللي تبقى ترغب انها تكون موجوده معانا هنا، نحن سننشئ سنفتتح جيل جديد من الجامعات خلال العام الدراسي القادم فيها كل العلوم التي تتحدثون عنها. كل العلوم. أيضا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته اليوم في جلسة بعنوان الذكاء الاصطناعي والبشر، من المتحكم؟ إن الدولة انتبهت لفكرة الميكنة والذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالعمل الإداري، وإن الحكومة ستنتقل خلال العام القادم إلى العاصمة الإدارية الجديدة. أنا عايز أقول إن الحديث النهاردة عن الذكاء الاصطناعي وعن الميكنة بيحقق فرصة عظيمة جدا نتجاوز بيها. أنا اللي بتكلم على الإنسانية، الخطأ البشري بنسبة كبيرة، وبيوفر وقت كبير جدا وبيختصره، وكمان أتصور أنه هو بيبقى في فرصة كبيرة جدا لتقليل أو بينعدم معه الفساد. وإحنا هنا في مصر دايما معلش هربط كلامي بواقعنا، لان هي الرساله الهدف منها كده. احنا في الاصلاح الاداري اللي احنا بنعمله في بلدنا هنا انتبهنا جدا لفكره الميكنه والذكاء الصناعي، وقلنا ان احنا اعتبارا من منتصف العام القادم ان شاء الله ستنتقل الحكومه المصريه من العاصمه القديمه الى العاصمه الجديده، ولكن بانظمه حديثه جدا تتيح لنا الكلام اللي انا بقول عليه ده، اللي هو تقليل العامل يعني تقليل الخطا البشري والوقت، ونقدر نحقق من خلالها اداء متميز جدا نقفز به في أدائنا نتيجة ما نحن فيه الآن، ثم كمان نتجاوز حجم كبير جدا من الفساد. كده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام هذه التغطية عبر النيل مباشر، ولكن تغطيات النيل للأخبار لفعاليات منتدى شباب العالم مستمرة طوال خدماتنا الإخبارية على مدار هذا اليوم. إلى اللقاء.